اهلا بكم مشاهدينا واحييكم وحلقه جديده من بنصبح عليك. بنصبح عليكم في كل جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي من القاهره. ان شاء الله يوم جميل سعيد عليكم يا رب زي ان شاء الله كل ايامنا اللي جايه. طبعا الانتخابات على الابواب وان شاء الله من 10 ل 12 ديسمبر هيكون 3 ايام المخصصين للانتخابات. المشاركه الحقيقه الانتخابيه واجب وطني على كل مواطن ان هو يشارك في الانتخابات ويطلب صوته طبعا من اللي ليهم حق التصويت. وزي ما دايما بنفكر كل مره انه الهيئه الوطنيه للانتخابات الموقع بتاعها بيخليك تقدر تحدد المكان القريب ليك وتغير مكان انتخابك او مكان اللي انت هتنتخب فيه. في هذا السياق معنا على الهواء مباشره مداخله تليفونيه مع الكاتب الصحفي الاستاذ حجاج الحسيني مدير تحرير جريده الاهرام. بنصبح عليك يا فندم. يا صباح الخير استاذ عمرو. على صباح الفل. ازي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم. زي ما كنت بتكلم ان المشاركه الانتخابيه واجب على كل مواطن له حق التصويت والهيئه الوطنيه للانتخابات يسرت الامور بانها اتاحت الفرصه للمواطنين ان هم ممكن يغيروا مكان الانتخاب الى مكان قريب من منزلهم. في هذا السياق حضرتك شايف يعني الانتخابات السنة دي كيف ترى المواطن النهاردة بيبص لها بشكل كويس بيبص لها بشكل لأنه احنا بقى عندنا تقدم ووعي بهذا الموضوع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا زي ما المشاركة الانتخابية عنوان طارئ من عنوان كبير هو المشاركة السياسية بشكل عام. تمام. يعني أنا بتكلم المشاركة السياسية النهاردة بتتضمن التصوير، المشاركة في الانتخابات أيا كانت نوع الانتخابات، انتخابات البرلمان، مجلس الشيوخ، انتخابات المحليات اللي نتمنى أن تعود إن شاء الله في خلال الشهور القادمة. تمام. كل أنواع الانتخابات، النقابات، انتخابات الاحزاب والاشتراك في العمل السياسي والحزبي والاشتراك في المناصب العام، كل ده اسمه العنوان الكبير له المشاركه السياسيه. تمام. يعني العمليه الانتخابيه جزء كبير، الجزء الاساسي من العنوان الكبير هو المشاركه السياسيه. فانا اتصور ان المشاركه السياسيه او المشاركه في العمليه الانتخابيه هو حق واجب في وقت واحد. حق لكل فرد موجود في المجتمع وواجب والتزام عليه في نفس الوقت. فانا انا عايز اسال حضرتك ازاي يبقى في توجيه او هنقول توسيع مدارك المواطن المصري انه مشاركته الانتخابيه دي مش حاجه تاديه واجب، دي حاجه بيعبر بيها عن صوته وهو فخور ان هو ليه صوت بيقدر يشارك في اختيار من يمثله في رئاسه الدوله. طبعا انا بقول لحضرتك ان الجزء بشكل كبير ان الانسان مش بس يشارك في عمليه التصويت ده ويشارك في التراث من العمليه الانتخابيه. خلينا نتكلم على المره دي بنشهد في زخم في اعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهوريه. يعني كنا قبل كده امام اثنين مرشحين فقط سواء كانت 2014 2018، نحن امام عدد اكبر وهو اربع مرشحين في الانتخابات الرئاسيه 24 30. ايوه. بنتكلم على الناس لازم تبقى فاهمه ان منصب رئيس الجمهوريه ومنصب رفيع ومنصب له اهميه في الحياه السياسيه، لانه رئيس الجمهوريه هو الرئيس الاعلى للسلطه التنفيذيه في الدوله، القائد الاعلى للقوات المسلحه. نعم. هو اللي بيعين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء هو الذي يعين المحافظين، هو الرئيس الاعلى للسلطه التنفيذيه. فانا اتصور ان هذا المنصب من الاهميه بمكان انه المواطن المصري يشارك في عمليه الاقتراع اقتراع سري مباشر، يعني ما فيش وسائل افتراضيه للانتخاب، انت بتدخل بتشارك قدامك ورقه بتشاور صح على المرشح اللي حضرتك بتختاره. تمام. عمليه بسيطه جدا مش معقده خالص. المهم جدا ان احنا نتكلم يا استاذ عمرو على
الدستور وقد ايه افرض عدد كبير جدا من المواد في الدستور لرئيس الجمهوريه. الماده 140 بتتكلم على انتخاب رئيس الجمهوريه لمده 6 سنوات. ايوه. وانا يجوز ان شاء الله رسى اكثر من مذاكر التاكيد المتتالي. تمام. الماده 141 بتتكلم عن شروط الترشح اللي يكون من يكون مصري وابوين مصريين ولا يكون المرشح احد والديه او زوجته حصل على جنسيه دوله ثانيه. تمام. الماده 142 بتتكلم على المهم جدا بقى مش كل من يعني يرى انه يفيد الدوله يقول ان انا اترشح للرئاسه. الماده 149 انا بعتبرها من المواد الحاكمه في الدستور وفي اختيار رئيس الجمهوريه لانها بتحدد طريقه الترشيح لرئيس الجمهوريه. ده مش منصب برلماني ولا منصب محلي. لا طبعا. ده انت بتقود دوله. هنا قالوا المرشح يحصل على تزكيه 20 من اعضاء مجلس النواب. اذا ما حصلش على 20 تزكيه من اعضاء مجلس النواب على الاقل ياخد تأييد من 25,000 مواطن من حق الانتخاب حتى قبل دي شروط الترشح يا فندم صح؟ نعم فندم. انا بقول هنا ان هذه الشروط شروط حاكمه لانه ليس كل من يرى في نفسه ان هو يعني يبقى رئيس الجمهوريه او رشح نفسه هي 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 هيصلح يعني. الدستور وضع هيبه وضع شروط حاكمه للترشح لرئيس الجمهوريه عشان ما يجيش اي حد يقول لك انا نويت ان انا اترشح لرئاسه الجمهوريه. احنا بنصبح عليك يا فندم وبنشكرك على مداخلتك ونتمنى طبعا مشاركه هنقول كبيره ومشاركه جميع المواطنين اللي لهم حق التصويت في المشاركه ان شاء الله الانتخابيه اللي هتقام من 10 ل 12 ديسمبر ان شاء الله. الكاتب الصحفي الاستاذ حجاج الحسيني مدير تحرير جريده الاهرام كنت معنا على الهواء مباشره. شكرا لك. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا واخبارنا السريعه لليوم واللي هنبداها باخبار مصر. الرئيس السيسي يؤكد اهميه تحرك المجتمع الدولي بجديه للتوصل الى تسويه شامله للقضيه الفلسطينيه. ايضا من الاهرام الرئيس السيسي يعني يبحث مع وزيري خارجيه سلوفينيا والبرتغال تثبيت الهدنه بغزه. ايضا من اليوم السابع مصر تواصل جهودها لايصال المساعدات الانسانيه ودخول 143 شاحنه لغزه. صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الاتصالات المصرية مختلفة تجرى حاليا مع كل الأطراف لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين مما يعني الإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من أخبار مصر الحكومة تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر. يا رب احفظنا جميعا إن شاء الله. اليوم السابع شباب من أجل إحياء الإنسانية مبادرة جديدة من منتدى شباب العالم. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان شباب من أجل إحياء الإنسانية وذلك انطلاقا من الدور المصري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع. المصري اليوم للتنسيق الحضاري يدرج الأديب أبو سرور البكري ضمن مشروع حكاية شارع. أيضا اليوم السابع درة محمية وادي الجمال شاهد جمال منطقة القلعان في مرسى علم. وللحديث عن هذا المكان والمحمية معنا على الهاتف مباشرة أستاذ أحمد عادل عقرب المرشد السياحي. بنصبح عليك يا فندم. صباح النور. أخبار حضرتك إيه؟ أهلا بحضرتك وربنا يخليك. يا ريت تكلمنا عن محمية وادي الجمال في مرسى علم. أنا الحقيقة ما كان ليش الحظ إن أنا أشوفها بس إن شاء الله أكيد في يوم من الأيام نروح. محمية وادي الجمال تعتبر من المحميات الطبيعية اللي لها أهمية كبيرة جدا من ضمن المحميات الطبيعية. الأول حابب أتكلم عن إن محافظة البحر الأحمر عموما فيها أربع محميات طبيعية.
منهم محمية غابات المنجروف الساحلية وجزر البحر الأحمر، وطبعا من أشهرهم جزيرة البيقتون وجزيرة تل حشيش. وعندنا محمية علبة طبيعية اللي بتتكون من ثلاث مناطق، وهي منطقة إبرك ومنطقة الدئب ومنطقة جبل علبة. في كمان محمية الجزر الشمالية واللي هي الغنية بالشعب المرجانية، وكمان عندنا محمية وادي الجمال. محمية وادي الجمال دي تعتبر من أهم المحميات الطبيعية في محافظة البحر الأحمر، وفيها واحد من أهم الوديان وهو وادي الجمال، أحد أكبر وأغنى أودية الصحراء الشرقية، واللي بتحتوي على أشجار المنجروف. على الجانب الثاني بنتكلم إن محمية وادي الجمال فيها عدة محميات طبيعية. طبعا الأهمية اللي حضرتك بتتكلم عنها وهي محمية القلعان. محمية القلعان دي تعتبر فيها أجزاء، تكون من أجزاء كتير، وهي موجودة في قرية القلعان. القرية دي السكان المحليين هناك لهم دور كبير في الحفاظ على المحمية، وبينهم وبين المحمية علاقة كبيرة جدا في الحفاظ على التنمية المستدامة وتنمية السياحة البيئية، وكمان الحفاظ على التوازن البيئي من خلال موجود هناك شجر المنجروف في محمية القلعان. الشجر ده اللي هو بيعمل عملية فصل الماء المالح عن الماء العذب عن طريق الجذور بتاعته. أحب أنوه أن محمية وادي القلعان بتضم جزر قلعان الرملية البيضاء اللي بتعتبر من أجمل وأروع الجزر في البحر الأحمر، واللي كتير للأسف كتير من الناس ما تعرفش حاجة عنها، رغم أن محمية وادي القلعان تعتبر من أهم المحميات الطبيعية في مصر. وكمان لا يعني أنا لا أبالغ لو قلت لحضرتك أن محمية وادي القلعان أجمل الجزر بتاعتها أجمل بكتير من جزر المالديف. طبعا مشهورة بجمال شواطئها الرملية، الشواطئ هناك الرمال بتاعتها الرملية البيضة ناعمة، واللي بتدي منظر طبيعي خلاب وساحر وسط البحر الأحمر. وانا انا سمعت عن ان فيها محميات كتيره قوي، بس كنت عايز اسال حضرتك هل هذه المحميه يعني بتروح عن طريق مراكب او يعني عن طريق البحر، ولا هي موجوده بالسيارات ممكن تروح تزورها وهي على البحر وليها اطلاله جميله؟ يعني هي الجزر بتاعتها بتروح عن طريق المراكب. مظبوط، هي فيها يعني جزر شواطئها رملي، يعني اشبه أو يمكن أجمل كمان بشواطئ المالديف. لها سحر، هي يعني أتمنى أن يكون في ترويج سياحي لها وتسويق عن طريق الشركات السياحية، لأن دي لو خدت حقها كترويج تسويق سياحي من الشركات، أنا على ما أعتقد أن كل اللي هيروح ليها هيشوف الفرق الكبير ما بينها وما بين جزر المالديف، لأن يعني أجمل بكتير من جزر المالديف. هو الحقيقة ممكن نكون محتاجين دعاية داخلية للسياحة الداخلية لهذه المحميات، لأنه أعتقد أنه معظم الناس أو الغالبية العظمى من السياح الأجانب عارفين مرسى علم والمحميات اللي هناك، وبيجوا مخصوص عشان مرسى علم يستمتعوا بالجو الجميل هناك خاصة في أيام الشتاء. يعني أنا عندي أصدقاء في أوروبا بيتكلموا على هذا الموضوع، وسمعت منهم إن هم عارفين مرسى علم وعارفين المحميات وبيحبوا يجوا يعملوا حتى سنوركلينج أو الغطس أو يمارسوا رياضة الرياضات البحرية. بشكرك شكرا جزيلا المرشد السياحي، كنت معنا على الهواء في مداخلة سريعة عن وادي الجمال بمرسى علم الأستاذ أحمد عادل عرب. نكمل أخبارنا السريعة ونروح لليوم السابع، الشوكولاتة الداكنة اللي هي الدارك شوكولات، يعني تخفض ضغط الدم وهي مفيدة لصحتك لاحتوائها على مضادات الأكسدة.
أيضا من الوفد دراسة جديدة تكشف مادة موجودة في القهوة تحمي من الزهايمر. ربنا يا رب يحمينا جميعا. الوطن عندنا الرياضة، الأهلي يواصل صدارة دوري محترف اليد بعد انتهاء الجولة 14، والزمالك في المركز الثاني. من الرياضة أيضا معلومات الوزراء، ده عنوان 1.1 مليار جنيه، يعني 1.1 مليار جنيه دعم لأبطال مصر الأولمبيين والبارالمبيين. آخر أخبارنا الرياضية، الأهلي يفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. نادي الأهلي هو حامل اللقب. الأرصاد النهاردة، الأرصاد بتقول لنا أنه يعني طقس الأحد انخفاض بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والرمال، والصغرى بالقاهرة 17 والعظمى 25. يا رب يعني ما يكونش فيه رمال قوية زي يوم الحد اللي فات. اسكندرية العظمى 24 الصغرى 17، مطروح العظمى 23 الصغرى 14، سوهاج العظمى 26 والصغرى 13، قنا 29 العظمى والصغرى 12، أسوان أخيرا 32 العظمى والصغرى 16، وده طبعا موسم أسوان والأقصر والسياحة الداخلية في جنوب مصر وجنوب الصعيد.